طبعا بقى لها فتره اسعارها غريبه جدا والناس كلها بتتكلم في الموضوع ده. لا يعني فجاه تحس ان الفاكهه مثلا يعني قربت تحصل المكسرات تقريبا يعني. في الفتره الاخيره دي الاسعار زادت قوي. طبعا لما تسال يعني ما تيجي تشتري كيلو جوافه ولا تيجي تشتري مثلا كيلو تفاح وتسال الراجل ليه يا سيدي السعر كده، يقول لك يا باشا دولار ويا باشا عشان سعر الاسمده والتغيرات الجويه اللي بتحصل. ويعني وفي طبعا ده غير بقى انه في فاكهه مش ده السيزون بتاعها، فده شيء طبيعي احنا عارفينه يعني. لكن في النهايه الناس حست انه لا، في غلا جامد قوي في اسعار الفاكهه. في منهم رفض، حتى في مبادرات كتيره قوي قعدوا يقولوا خليها تحمض ومش هنشتري منها ومش هنشتري فاكهه دلوقتي وكده. وفي ناس تانية استسلمت وقالت لك لا انا هشتري. وفي ناس ثالثه بتشتري مش لان هي مستسلمه، بس لان هي عارفه انه او شايفه انه الغلا ده، غلا الاسعار بتاع الفاكهه ليه اسبابه. ما هو البنزين اصلا والنقل اصلا والحاجات دي كلها زادت، وبالتالي التفاحيه اللي هتطلع من المزرعه بسعر هتوصل لك بسعر اعلى من اللي كانت بتطلع لك بيه قبل كده، لانه كل خطوط الانتاج والنقل اللي جوه ما بين المرحله دي والمرحله دي هي اصلا زادت في السعر. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلنا عبد الله منتصر عن ارتفاع اسعار الفاكهه في الاسواق في الفتره الاخيره. ايه رايك في اسعار الفاكهه؟ الاسعار غاليه جدا ومش في متناول لاي حد حقيقي. يعني لو انا اقدر اجيب غيري مش هيقدر يجيب. هو حد بياكل فاكهه؟ قال لك ايه الوقت فاكهه ب 20 30 جنيه. فاكهه يوم بتبقى غاليه ويوم بتبقى رخيصه حسب الموسم يعني. الفاكهه اللي رايحه غاليه، الفاكهه اللي في اوانها موجوده سعرها معقول. هو المحصول قليل، بس مهما كان المحصول قليل المفروض ما يبقاش بالسعر ده. هنا ب 25 جنيه الجوافه اللي كنا بنرميها اخر النهار ب 15 جنيه وب 20 جنيه. والله يا اسعار الفاكهه زيها زي اي سلعه تانية. احنا النهارده بنقول عاملين مقاطعه للفاكهه عشان بنقول الاسعار ارتفعت. طيب الراجل الفلاح اللي هو بيزرع الفاكهه اصلا المبيدات غليت عليه، الميه، الجاز، كل حاجه غليت. في نقطه معينه كان هو جشع تجار، مع تقلبات سوق ممكن ما تعرفيش بالظبط ايه اللي ممكن. مثلا اروح اجيب مثلا كيلو عنب النهارده ب 15 جنيه، اجيب 2 كيلو عنب ب 30 جنيه صح؟ ممكن اروح مكان تاني اجيب 2 كيلو عنب ب 20 جنيه. عايز اسوق عبور اجيب 2 كيلو عنب ب 15 جنيه. يبقى العيب مش من انا ولا من مين؟ تاجر جمله له اسمه عمار بياخد عقد منك ويخلص. الحلقه دي التسويه دي كلها بتبدا من تحت من عند الفلاح، هو ده المظلوم. التاجر ده بيحبك مثلا بنجيب لنا الفاكهه ب 10 جنيه الكيلو نبيعه ب 12. ما نغليش يعني 3 جنيه ولا 5 جنيه نكسب فيها 2 3. الكلام اللي قاله احد المواطنين في اخر التقرير كده شويه ده برضه مهم جدا. يعني احنا حتى لو بنحاول ندي عذر لبياعين الفاكهه وبنقول انه معلش عشان هو طالع والنقل والبنزين وزي ما قلنا المراحل اللي في النص كلها عليت فالمنتج النهائي سعره عالي، بس برضه يعني شوف الفاكهه في الاسواق العاديه بكام، ولما تروح سوق عبور مثلا او الاسواق اللي هي الجمله بيبقى بكام؟ اقل بكتير. طيب ما هو اصل الناس اللي في الجمله دي اكيد مش بتخسر، ما فيش تاجر بيخسر. فبالتالي انا عندي هنا برضو ارتفاع في الاسعار في كتير من الاحوال غير مبرر. يبقى هنا نرجع نقول دور ايه؟ دور الرقابه.